يتم التزاوج بين الذكر وأنثى الحمام بطريقة فريدة، حيث أن الذكر في البداية يقوم باتباع أنثاه أينما حلت، ويبدأ بعد ذلك بالدوران حولها ويملأ حويصرته بالهواء، ثم يقوم بإصدار هدير ذو نبرة قوية كمحاولة لكسب ودها ولفت نظرها لقوته وضخامته. ثم تبدأ الأنثى بالاقتناء وتقوم بالاقتراب منه، ويقوم عند ذلك بإطعامها، وبعد فترة قصيرة يقوم بتلقيحها. وأنت كمربي للحمام يجب عليك ضمان نجاح عملية التلقيح، ولأجل ذلك إليك أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل عملية التلقيح عند الحمام. أول سبب هو قص جناح ذكر الحمام أثناء فترة التلقيح، والذي يؤثر عليه أثناء محاولة القفز فوق الأنثى ليقوم بتلقيحها، ولذلك يفضل عدم قص الجناح بالكامل حتى تتيح له الفرصة في تلقيح الأنثى بنجاح. ثاني سبب هو وجود ريش كثيف على فتحة الشرج عند أنثى الحمام، الذي يمنع وصول السائل المنوي الذكري بصورة ناجحة لتلقيحها، ولذلك يفضل أن تقوم بإزالة الريش الكثيف الذي يغطي فتحة الشرج عند أنثى الحمام. ثالث سبب هو ضرب الحمام لبعضه عند رؤية ذكر يقفز على أنثى لتلقيحها. الحمام لا يحب أن يرى حمامة ذكر يقوم بتلقيح أنثى كنوع من أنواع الغيرة، ويقوم بالهجوم على أي ذكر يقفز فوق الأنثى في محاولة منهم لإيقاعه، وبذلك تفشل عملية التلقيح. لذلك يجب عليك في هذه الأثناء نقل الذكر والأنثى في مكان مغلق لكي يتم التلقيح الطبيعي بنجاح. وفي اليوم التالي من عملية تزاوج ناجحة تضع الأنثى البيضة الأولى، ثم تضع البيضة الثانية بعد مرور حوالي 44 ساعة، ونادرا ما تضع الأنثى بيضة واحدة فقط أو ثلاث بيضات. يتناوب كل من الذكر والأنثى على حضانة البيض الذي يكون في البداية أبيضا لامعا ويتغير لونه إلى الرمادي المائل إلى الأزرق بعد مرور أسبوع من الحضانة، ويعتبر ذلك دليلا على تخصيب البيض. تفقس البيضتان بعد مرور 18 يوما للبيضة الأولى و17 يوما للبيضة الثانية، حيث ينقر فرخ الحمام الذي يسمى الزغلول قشرة البيضة مسببا شقا يسمح له بالخروج. ثم يتولى الزوجان مهمة تنظيف العش من قشر البيض وتغذية الصغار على لبن الحوصرة لمدة 3 أو 4 أيام، ثم تبدأ الزغاليل في تناول الحبوب بشكل تدريجي لمدة 3 أسابيع. وفي الأسبوع الرابع يقوم المربون عادة بفصلها عن الآباء لبيعها أو لتدريبها في مكان آخر. وصلنا أصدقائي لنهاية الفيديو، إن كنت من محبي الحيوانات فيشرفنا أن تنضم إلينا وتشترك في القناة، ولا تنسى إخبارنا بآرائك واقتراحاتك في التعليقات.